العاشرة صباحا بتوقيت القدس الشريف، أهلا بكم إلى الأخبار من الميادين، نبدأها بالعناوين. أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة. دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية، وباريس تدعو إلى تأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات في أسرع وقت. شهيد وأحد عشر جريحا بينهم ستة أطفال في قصف لقوات التحالف السعودي على منطقة الجاح في الحديدة. ترامب يقطع مؤتمره الصحفي بعد حادثة إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 20 مليون على مستوى العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند. في التفاصيل، قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون استقالة حكومة حسان دياب وكلفه تصريف الأعمال. دياب كان قد أعلن استقالة حكومته قائلا إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، محذرا من خطر كوارث أخرى بحماية الطبقة المتحكمة في مصير البلد. عباس الصباغ والتفاصيل. اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها. هي العبارات الأخيرة لحسان دياب كرئيس لحكومة لبنان قبل أن يعلن الموقف الذي انتظره الداخل والخارج. أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. حسم الأمر حسان دياب، فالرجل الذي تبرع بتقديم اقتراح لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة كانت في انتظاره جلسة مساءلة في البرلمان في جريمة انفجار مرفأ بيروت. هذا على الأقل ما بات معلنا، وأكثر من ذلك فإن دياب لم يستشر أفرقاء الأكثرية في طرحه الذي يلاقي مطالب المعارضة، عدا أن المعارضة أوعزت إلى عدد من نوابها بالاستقالة. دياب وجه انتقادات في مختلف الاتجاهات في بيان الاستقالة. لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة. كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم. رئيس الحكومة المستقيل أبلغ الرئيس ميشيل عون باستقالته وطلب منه الأخير تصريف الأعمال. وفي معلومات الميادين أن عون لن يتسرع في الدعوة إلى استشارات نيابية لاختيار شخصية لتأليف الحكومة قبل الاتفاق على شكل الحكومة واسم رئيسها. غادر دياب السرايا الحكومية بعد أن أقام فيها مع عائلته 6 أشهر كاملة، وهو الذي ترأس 3 حكومات العهد الحالي من دون أن يحقق بيان حكومته بسبب جائحة كورونا وتدهور سعر صرف الليرة، إلى أن جاءت نكبة بيروت بالتزامن مع اشتداد الحصار على لبنان. بعد 6 أشهر على تأليفها استقالت حكومة الرئيس حسان دياب في لحظة شديدة التعقيد في لبنان، ولم يعرف ما إذا كان البديل عن هذه الحكومة المستقيلة حكومة وحدة وطنية أم حكومة مستقلين. عباس الصباغ من السرايا الحكومية في بيروت، الميادين. دعت فرنسا إلى تأليف حكومة لبنانية جديدة في أسرع وقت تكون قادرة على مواجهة التحديات بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها تدرك مدى خطورة الوضع في لبنان وضرورة الاستجابة على نحو سريع لمطالب الشعب، ولفتت إلى أن الأولوية هي تأليف حكومة تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب وتواجه التحديات، لا سيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات وإعادة الإعمار. لبنان يدخل مرحلة تصريف الأعمال بعد استقالة حكومة دياب، وما بين محاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد يمر لبنان في المرحلة المقبلة بمخاض سياسي جديد لتأليف حكومة تخرج البلد من أزماته المتعددة. تقرير محمد بو عبد الله. أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة بعد ضغط شديد. أعلن استقالته حسان دياب وحكومته. من بين الدوافع منظومة فساد أكبر من الدولة بحسب وصفه. سبقت الإعلان جلسة وزارية مكتملة النصاب على وقع استقالات فردية في مشهد سياسي لبناني معقد. من بين المستقلين وزيرة العدل التي اقترحت إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي، وهو ما أقرته الحكومة قبل استقالتها. هل بذلك تنتهي فصول الأزمة؟ بل الراجح اتخاذها منحا تصاعديا ما لم تتوصل الطبقة السياسية إلى توافق. في ظل ظروفه العصيبة لا يحتمل البلد بقاءه بلا حكومة تأخذ على عاتقها معالجة الملفات العاجلة وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن كارثة بيروت ومحاربة الفساد وإخراج البلد من أزمته المالية. دونها قد يطول تصريف الأعمال، وفي كلتا الحالتين تبقى المحاسبة مطلبا شعبيا مصيرها مرتبط بمسارات الحل السياسي بما في ذلك حكومة وحدة وطنية. ماذا عن الانتخابات المبكرة؟ أنا رح أطرح يوم سبق لرئيس الوزراء المستقيل إعلان هذا التوجه في غضون شهرين، لكنه خيار بلا إجماع سياسي. ومن بين الحلول المطروحة حكومة حيادية تشرف على انتخابات مبكرة، دعوة أطلقها زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على أن تجري وفق قانون غير طائفي إقراره يتوقف على حسابات سياسية دقيقة للأطراف الفاعلة. قد يذهب بعضهم إلى حكومة مدعومة خارجيا وتحديدا فرنسيا. أكان ذاك ما سعى إليه ماكرون؟ بدت زيارته الأخيرة إلى بيروت كما لو أنه يريد إعادة ترتيب البيت اللبناني وفق مقتضيات المصلحة الفرنسية ومن ورائها الغربية والأمريكية. أفي ذلك مصلحة لبنان المنهار ماليا والمنكوبة عاصمته من كثرة ما نخره الفساد؟ من الخارج تتجه الأنظار إلى لبنان وتراقب عن كثب، فالبلد وإن كان صغيرا بحجمه إلا أنه كبير في الحسابات الإقليمية والدولية، ما قد يزيد أزماته السياسية تعقيدا على تعقيد. أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي للميادين أن ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمثل إرادة المجتمع الدولي. فرزلي شدد على أن إسقاط الرئيس ميشيل عون يعني إما حروبا أهلية أو تمترسا مناطقيا. هذه الخطة خطة إسقاط الرئيس عون، تصعيد بالشارع طبعا طبعا، وضربه بالساحة المسيحية بشكل رئيسي ومركزي ومشارك فيها من قبل قوى فاعلة. ولكن هذا كان شو بده يتأدي؟ بده يؤدي إلى انهيار المؤسسات. انهيار المؤسسات يعني يا حروب أهلية أو تمترس بمناطق، أو تمترس بشو؟ اسمعيني شو بقول لك، بمناطق. وأنت إجت هلا هاي؟ ليش ما صارت قبل؟ إجت بعد أن أتى الرئيس ماكرون ولقوا إنه الناطق باسم المجتمع الدولي الذي له علاقة خاصة بلبنان أتى ليوحد اللبنانيين، يمنع الانهيار الكبير، يمنع تفريغ المؤسسات، قال لهم تعالوا شرفوا على حكومة الوحدة الوطنية. أكد النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي منيف عويدات في بيان له توقيف 19 مشتبها به في قضية انفجار مرفأ بيروت. البيان لفت إلى أن التحقيقات مستمرة من خلال 3 محاور هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير، ومحور قضية الباخرة، ومحور المسؤوليات. وأكد البيان اعتماد نمط ومنهج عمليين في التحقيق من خلال دراسة مسرح الجريمة والتحاليل المرتبطة بها.
وأوصى عويدات بإحالة القضية على النيابة العامة المركزية وبإحالتها على المجلس العدلي، إضافة إلى متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات إلى الجهات الأمنية المعنية. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول تقديم يد المساعدة إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وفي مؤتمر نظمه مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف أكد غوتيريش توفير ما يلزم من مساعدات عاجلة. بعد ساعات قليلة من الانفجار حطت في بيروت طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحمل 20 طنا من المواد الطبية، وأفرج منسق المساعدات الإنسانية المقيم في لبنان فورا عن 9 ملايين دولار من صندوق الإغاثة الخاص بلبنان من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، كما أن برنامج الغذاء العالمي استورد القمح والطحين للمساعدة على الوقاية من شح الطعام في البلاد. أرسل الاتحاد العام التونسي للشغل 16 طنا من الأدوية والمواد الغذائية على متن طائرة عسكرية إلى لبنان. الطائرة أقلعت من مطار عسكري قرب العاصمة تونس، حيث واكب عملية شحن المساعدات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الذي كشف عن التخطيط لإرسال شحنة ثانية خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارة الدفاع التونسية. الشعب اللبناني بكل قواه قادر أنه مش يخرج من هذه الأزمة أقوى من اللي قبل، وعودونا معناها الشعب اللبناني دائما وأبدا أنهم يكونوا في المحطات الكبيرة، يكونوا سد منيع أمام كل قوى معناها الاحتلال، وخاصة في المقاومة اللبنانية وفي خط التماس مع العدو الصهيوني. اليوم مطالبين باش يكونوا واقفين مع شعب لبنان حتى يستعيد عافيته في أقرب الأجال. فتحية إلى أهلنا بشعب في لبنان. أشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل نحو 50,000 طن من طحين القمح إلى لبنان لمساعدة البلاد في تعويض مخازن الحبوب التي دمرها الانفجار. وفي هذا السياق خصصت الحكومة الكندية أكثر من 18 مليون دولار لدعم لبنان بعد الانفجار، فيما كانت قد قدمت 5 ملايين دولار لمساعدة المتضررين. منذ اللحظات الأولى لانفجار المرفأ شهدت بيروت تدفق اللبنانيين والمقيمين في لبنان إلى شوارعها للإسهام في أعمال الإغاثة. ملاك خالد والتفاصيل. ما قبل هذه اللحظة ليس كما بعدها. عصف انفجار المرفأ أطاح شكل بيروت كما يعرفه أهلها ومحبوها، وبرغم هول الحدث دفع الناس من دون أي تخطيط مسبق للمساعدة في تخفيف أثاره، كل في مجال اختصاصه. دغري أول ما صار الانفجار أصلاً مني من تلقاء نفسي، أنا كنت عم ساعد تحت مع الدفاع المدني ومع المسعفين ومع الكل، كنا عم نساعد معهم نحن. يعني أصلاً أي إنسان عنده حب لوطنه هو بينزل لحاله بينزل. وبعد صارت الحادثة الانفجار قررنا أن ننزل على الشارع، لأنه أكيد هذا عمل من واجبنا الإنساني. الانفجار دمر مباني بيروت وحياة أهلها في مساحة كبيرة من العاصمة. إحنا كلجان حننزل على الأرض، حيصير في كشف فني بالتعاون مع بلدية بيروت، بالتعاون مع نقابة المهندسين وهيئة العليا للإغاثة. حيكون في كشف فني على كل الأبنية، إن كانت أبنية جديدة ولا أبنية تراثية. كل الإجراءات اللي كانت عم تتخذ أو الخوف من أن يصاب الواحد من كورونا صارت وراء ظهره قدام حجم الكارثة اللي أصابت شعبنا. من كل مناطق لبنان تدفق المتطوعون فرادى وجمعيات هم المجتمع الأهلي للمشاركة في إزالة الدمار وفي الإغاثة الطبية والإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية للناس. نحن جمعنا مساعدات عينية باستطاعتنا، يعني عقد ما فينا، وكانت الناس كلها متجاوبة معنا. نحن جايين كشبكة عكار للتنمية، منظمة محلية بعكار، جايين نساعد بأهلنا ببيروت. ساحة الشهداء في وسط بيروت تحولت إلى خلية نحل بفضل جهود الناس الذين يتقاسمون مع سكان العاصمة الحزن والغضب والألم على مصابهم، وأيضا الأمل والعزيمة على بناء هذه المدينة التاريخية
مرة أخرى. منذ اللحظات الأولى للانفجار هب اللبنانيون لمساندة بيروت وأهلها قبل وصول المساعدات الدولية، وبعدها اللبنانيون منشغلون على مدار الساعة بمسح آثار الانفجار عن وجه عاصمتهم. ملك خالد، وسط بيروت، الميادين. وصفت وسائل إعلام إسرائيلية استقالة الحكومة في لبنان بأنها البداية للنهاية، وقالت إن أي انتخابات ستجرى من شأنها تغيير خارطة القوى في البرلمان. محلل الشؤون العربية في القناة 12 يارون شنايدر قال إن الهدف التالي للاحتجاجات هو التخلص من الرئيس عون وإجراء انتخابات مبكرة للبرلمان، وزعم أن حزب الله في مشكلة كبيرة وأنه سيخسر قوة الفيتو في حال تأليف حكومة وحدة وطنية. وناتو كان الإسرائيلية قالت إن من يدفع للانتخابات المبكرة في لبنان هم معارضو حزب الله. الأخبار من الميادين مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل. كيف تأثر المجتمع الرياضي بانفجار بيروت؟ ما هي الأضرار وسبل التعويض؟ ماذا أنتجت العودة المتأخرة إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم قبل تجمع لشبونة؟ وإصابة الالتواء بالكاحل، ما هي مسبباتها، عوارضها، تشخيصها وعلاجها؟ ميدان الرياضة يعاد بثه في الأوقات التالية. لكل حدث واقع وحقيقة، ولكل قضية قطبة مخفية، تغريدات، تفاعلات، تحليلات ووسوم شائعة تكشف الخفايا والدوافع. أنتم أونلاين كي لا يفوتكم خبر. تفاعلوا معنا على منصات التواصل الاجتماعي كافة. أنتم أونلاين يأتيكم يومياً الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف. من جديد أهلاً بكم. أفاد مراسل الميادين في اليمن بسقوط شهيد 11 مصابا بينهم 6 أطفال في استهداف قذيفتين مدفعيتين لقوات التحالف السعودي منطقة الجاح في الحديدة غرب اليمن. في وقت سابق شنت طائرات التحالف السعودي 5 غارات على منطقة قيفة في محافظة البيضاء و3 غارات على مديرية مجزر في مأرب. يمنيا أيضا، أفاد مصدر يمني محلي الميادين بأن أبناء عدن يعيشون وضعا مزريا من جراء انقطاع مياه الشرب عنهم منذ أيام وسط تجاهل من حكومة هادي والتحالف السعودي. المصدر حذر من أن استمرار انقطاع مياه الشرب قد يدفع الناس إلى النزوح من المدينة، مشيرا إلى أن التحالف السعودي رفض استئجار باخرة لإنتاج الطاقة وتزويد عدن بالمياه، ولفت إلى أن حكومة هادي طلبت منحة مالية من البنك الدولي لتغطية نفقات استئجار الباخرة. المصدر حذر من موت السكان عطشا في حال رفض البنك الدولي طلب حكومة هادي. إلى ذلك، تجددت المعارك بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي في مناطق أبين جنوب اليمن وسط اتهامات للسعودية والإمارات ببيع الوهم لليمنيين. ويأتي تجدد المعارك بعد فشل آلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي. أحمد عبد الرحمن معه التفاصيل.
بوتيرة عالية تجددت الاشتباكات بين قوات هادي والإصلاح من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا من الجهة الأخرى في المناطق الشرقية لمحافظة أبيان جنوب اليمن. اشتباكات سبقها قصف مدفعي متبادل وسط تحشيد مستمر من الطرفين تحسبا لانهيار الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض التي لم تترجم على أرض الواقع. الحرب الدائرة في شقرة وزنجبار محافظة أبيان هي حرب في مربع خطه العدوان حتى لا يستطيع أن يخرج أو يتقدم أي طرف من الأطراف. وضع منفلت من أبيان إلى لحج حتى عدن الواقعتين تحت سيطرة المجلس الانتقالي وتشهدان اشتباكات متقطعة كما جرى أخيرا في منطقة الشيخ عثمان بعدن، فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية المتقطعة ضد التحالف والانتقالي وحكومة هادي تنديدا بانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، ووصلت أخيرا إلى حد إغلاق مبنى مؤسسة المياه في كريتر من قبل محتجين غاضبين على انقطاع المياه منذ أشهر. الذي يجري في المحافظات الجنوبية هو التطبيق لتفاصيل الدقيقة لسيناريو الغزو والاحتلال التي تعني تمزيق الممزق، تجزئة المجزأ ونشر الفوضى العارمة وتحويل هذه المحافظات المحتلة إلى بيئة حاضنة للإرهاب. ولذلك نحن نؤكد أن لن نشهد استقرار مطلقا في المحافظات المحتلة إلا بتحريرها. وعلى وقع هذه التطورات اتهم قيادي جنوبي السعودية ببيع الوهم للجنوبيين. رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبد الكريم السعدي قال إن اتفاق الرياض أظهر الجنوب ممزقا متفرقا متصارعا عبر الحضور المتعدد لكياناته. صراع محكوم ومتحكم فيه من قبل التحالف السعودي الإماراتي كما يقول مراقبون، تضيق مساحته أحيانا إلى مربع صغير وتتسع أحيانا أخرى لتشمل كامل المحافظات اليمنية الجنوبية وصولا إلى تعز. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. في ملف آخر، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن تحقيقا داخليا أظهر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم يرتكب مخالفة في صفقة بيع أسلحة للسعودية، وكان بومبيو قد اتهم سابقا بإساءة استخدام السلطة بعد لجوئه إلى إجراء طارئ وغامض سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين على الرغم من معارضة الكونغرس لذلك. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض بطلب من الحرس الرئاسي وغادر إلى المكتب البيضاوي. ترامب أكد بعد عودته حدوث إطلاق رصاص خارج البيت الأبيض، مضيفا أن أحد الأشخاص نقل إلى المستشفى. مراسل الميادين لفت إلى أن مسلحا حاول الدخول من البوابة الغربية قبل أن يطلق عليه عناصر الجهاز السري النار. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض عدد قواتها المتمركزة في أفغانستان إلى أقل من 5000 جندي بحلول نهاية تشرين الثاني نوفمبر. وزارة الدفاع قالت في بيان لها إنه على مدى الأشهر الأربعة المقبلة ستواصل الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في أفغانستان على أساس الظروف في البلاد، وأضافت أن عمليات الانسحاب يجري تنفيذها بعد التشاور مع الكونغرس وبالتنسيق المباشر مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 20 مليون حالة بحسب إحصاء لرويترز. الولايات المتحدة والبرازيل والهند سجلت أكثر من نصف كل الحالات المعروفة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن 4 أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنوياً. في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من الفيروس الأعلى لعدد الوفيات من جراء الإنفلونزا سنوياً، مسجلاً أكثر من 700 ألف حالة وفاة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية منع المواطنين الأمريكيين من العودة إلى البلاد في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.
الصحيفة أشارت إلى أنها اطلعت على وثيقة تنص على قيود جديدة على السفر وتسمح لحرس الحدود بمنع المواطنين والحائزين على الإقامة الدائمة من دخول أراضي الولايات المتحدة بصورة مؤقتة في حال وجود مؤشرات على إصابتهم بفيروس كورونا، ولم تتضمن الوثيقة موعدا محددا لسريان الإجراءات المحتملة. نذكر الآن بأبرز ما كان في هذه النشرة من عناوين. أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة. دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية، وباريس تدعو إلى تأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات في أسرع وقت. شهيد وأحد عشر جريحا بينهم 6 أطفال في قصف لقوات التحالف السعودي على منطقة الجاح في الحديدة. ترامب يقطع مؤتمره الصحفي بعد حادثة إطلاق نار في محيط البيت الأبيض. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 20 مليونا على مستوى العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند. الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا جزيلا للمتابعة، وفي أمان الله.